قال الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو بعد تسلمه تقرير لجنة الحكماء التي شكلها قبل ما يقرب الأسبوعين لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية، قال إن المسؤولية الرئيسية في تكوين حكومة جديدة تقع على عاتق الكتل والتحالفات الموجودة حاليا في البرلمان. ولا يزال الإيطاليون يشعرون بقلق متزايد في وقت لم ينقشع فيه الضباب عن حل أو تسوية للأزمة الحالية. يقول هذا الإيطالي: أعتقد أنهم بحاجة أن يقرروا بسرعة، وإن لم يكن ذلك فعلينا أن نصوت نحن بسرعة. إنها مشكلة عدم تشكيل حكومة. نابوليتانو أسند مهمة تشكيل الحكومة إلى خلفه الذي سيختاره البرلمان يوم 18 من الجاري، مشددا على القوى السياسية أن تبادر إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاق لتحديد برنامج يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة بتأييد برلماني يضمن أغلبية معقولة.